السلام عليكم. مرحبا بكم في واحد البلوغ جديد. ان شاء الله ماشي هاد الطريق ديال البرنوسه نمشيو لغابة كاسكاد ان شاء الله. قدامنا مشينا غادي نلقاو الواد المالح. هاشي هنا كاين الواد المالح ديز قبل ما ندخل ديال المحمدية. هنا كاين شي حاجة ما عرفتش حاجة ديال الطوق. صراحة كاين ما يتشاف هنايا، كاين الطبيعة زوينة. الطريق ديال سميتها ديال المحمدية والطريق ديال لويزي قديما دي مقاشة تعمر ولا تعمر خضرة. ديكالا مش تزيش عندنا ديكالا والو.